أهلا بكم. البداية من سوريا، حيث اعتبر الجنرال الأمريكي جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية بعد لقاء جمع قادة في التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش الأمريكي لا يزال ينفذ أمر ترامب بالانسحاب من سوريا. واعتبر فوتل أن طلب قوات سوريا الديمقراطية بالإبقاء على إلى 1500 جندي من قوات التحالف الدولي في سوريا بأنه ليس المسار الذي يمضي فيه الجيش الأمريكي في الوقت الحالي. وقال فوتل أن المناقشات مع قوات سوريا الديمقراطية ليست بشأن بقاء قوات أمريكية وإنما بشأن ما يمكن أن يقوم به أعضاء التحالف. وبعد تحذير أمريكي من مغبة تعاونها مع الروس والنظام، لجأت قوات سوريا الديمقراطية إلى الأوروبيين وطلبتهم بعدم التخلي عنهم عندما يتم القضاء على داعش والمساهمة في تأسيس قوة دولية في شمال شرق سوريا في مواجهة تركيا. من جانب آخر، قال مسؤول كردي أن قصد لن تتحمل العبء وحدها ولا توجد سجون كافية لكل مقاتلي داعش، مشيرا إلى أن أعداد المحتجزين لديها من المقاتلين الأجانب وأسرهم في شمال سوريا تتزايد بالعشرات يوميا ولن تفرج عنهم، بل على دولهم العمل على استعادتهم. وقدر المسؤول الكردي أعداد المحتجزين من الدواعش يناهز 800 إضافة إلى 1500 طفل و700 زوجة، واعتبر أنهم يمثلون قنبلة موقوتة ومن الممكن أن يهربوا خلال الهجوم على المنطقة الكردية. دعا الأكراد السوريون الأوروبيين إلى عدم التخلي عنهم عندما يتم القضاء على تنظيم داعش وإلى المساهمة في تأسيس قوة دولية في شمال شرق سوريا في مواجهة تركيا. بقدر ما يدفع الأكراد السوريون باتجاه نهاية داعش في آخر جيوبه، يقتربون من فتح فصل مواجهة جديدة مع خصم آخر هو تركيا. أبرز قيادي الأكراد السوريين الدار خليل طالب بنشر قوات دولية على طول الحدود لحماية القوات الكردية من عمل تركي يبدو وشيكا، مناشدا العالم عدم التخلي عمن كانت له اليد الطولة في قتال داعش. وفي وقت لم يتضح بعد من سيخلف القوات الأمريكية في المناطق التي تنتشر فيها، وعلى ضوء احتدام التنافس على الشمال السوري، يسعى الأكراد إلى محاولة تعويم اقتراح فرنسي في مجلس الأمن ينص على نشر قوة دولية تملأ فراغ القوات الأمريكية المنسحبة وتكون في نفس الوقت قوة فاصلة في المنطقة الآمنة التي تسعى أنقرة لتولي زمام إدارتها. وبانتظار أن تسفر المراوحة الميدانية في النصف كيلومتر المتبقي لداعش في الباغوز، تحاول وحدات حماية الشعب الكردية لعب الورقة الأخيرة وهي الاستنجاد بالخصم القديم في دمشق، محاولة تحمل مخاطر عدة على رأسها العودة إلى قبضة النظام السوري، إضافة إلى أنها مخاطرة تحمل في طياتها بوادر إخفاق على ضوء رفض واشنطن عودة القوات السورية إلى شمال البلاد. فراس حمزة، الحدث. ينضم إلينا من واشنطن ماثيو برودسكي، كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي. أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ماذا يعني تحذير واشنطن لقصد بالتخلي عنهم إذا ما عقدوا اتفاق مع واشنطن أو الروس؟ هل هي طريقة واشنطن للتنصل من حليف، أو هو إنذار لقوات سوريا الديمقراطية بوجوب القبول بالمنطقة الأمنة التي تم الاتفاق عليها بين أردوغان وترامب؟ أعتقد أن المشكلة تكمن بأن الرئيس ترامب كان قد تحدث عن الانسحاب، وهذا جعل وزارة الدفاع تأخذ هذا المسار، لكن لم يكن هناك مخطط معمول بها إلى حين أن قرر الجنرال فوتل وحسم الأمر بأنه سوف يتم سحب القوات، وقال بأنه قد يكون هناك حاجة لإبقاء 1500 مقاتل كنوع من الالتزام الذي قدم الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تسعى
إحلال تلك القوات بقوات عربية، فهناك روسيا وهناك تركيا، يمكنهم أن يحلوا محل القوات الأمريكية وتولي تلك المهمة. لذا فإن الولايات المتحدة تبني توجهاتها بحيث يتم الفراغ من قبل قوات نظيرة لها. طيب، الفكرة الأمريكية حول إقامة منطقة آمنة هل هي كافية برأيك لردع ولجم الطموحات التركية أو حتى مشاريع إيران أو حتى طموح النظام أيضا بملء الفراغ من بعد الولايات المتحدة؟ الأمر يتوقف على طبيعة المنطقة الآمنة، لأنه في البداية كان الحديث يدور عن منطقة آمنة، وكان الرئيس ترامب قد وافق على هذا الأمر أثناء دفء العلاقات مع تركيا، لكن كان هناك حديث أيضا عن إقامة تلك المنطقة في الجزء الجنوبي من سوريا، لكن قد لا يتفق هذا الأمر مع الحلفاء الأوروبيين بإقامتها فقط هناك. لذا الأمر يتوقف حول ما قد يحدث، وما نعلمه حتى اللحظة أن إذا ما قد أعطيت تلك المنطقة إلى تركيا فهذا سوف يعجل من إمكانية اتفاق الأكراد مع الأسد أو إجراء أي اتفاق آخر. لا نعلم ما قد تكون طبيعته، لأن تركيا يبدو بأنها غير مستعدة للتنازل عن موقفها. الأمر متوقف على الولايات المتحدة وعلى طبيعة تأثيرها من حيث مضمون تلك المنطقة الآمنة. هذه المنطقة الأمنة الأتراك يتحدثون صراحة عنها بأنها ستكون بداية لإعادة اللاجئين السوريين وتواجدهم وتمركزهم فيها، ولكن معظم اللاجئين السوريين في تركيا ليسوا من هذه المنطقة. هل هنا يتم الحديث عن تغيير ديموغرافي ما يحمي الداخل التركي قبل أي شيء؟ يعني هل نحن بهذا الوارد كما حصل بعفرين وغير مناطق أيضا؟ أولا، إن فكرة إقامة منطقة بحيث يمكن للاجئين العودة إليها في شمال سوريا هي ليست متوقفة على هذه المنطقة، فيمكن إقامتها في أي مجال في أي مكان آخر، والأمر مرهون بعملية المصالحة التي سوف يتبعها نظام الأسد. كذلك أيضا لا يمكن أن نقول بأن تلك المناطق قد تكون ديموغرافية بناء على عودة تلك الأعداد من اللاجئين، ولا يمكن للقوات الأمريكية أن تقوم بتسليم المناطق التي قامت بتحريرها إلى الأسد بكل بساطة. الأمر يحتاج إلى ضخ أموال طائلة من الدول الخارجية من أجل إعادة الأعمار في سوريا، وأعتقد أن إيران وروسيا هما الدول الأكثر ترشيحا للخوض بتفاصيل مسألة مرحلة بعد الأعمار. لكن مسألة إدخال اللاجئين من الجنوب قد يشكل مخاوف أي أمنية للولايات المتحدة أيضا، وبالتالي المشاريع المطروحة للمنطقة الأمنية هل هي مختلفة إلى حد كبير، أم أنها كلها تصب لتمرير هذا المشروع التركي؟ نعم، هذا صحيح. فنحن نسمع أشياء في وسائل الإعلام، ومن ثم نسمع تقارير تناقضها في اليوم الآخر. المسألة إذا ما كانت الولايات المتحدة سوف تفي بالوعود التي قطعتها، ولكنها تقوم مباشرة باكتشاف أن إيران امتد نفوذها في مناطق أخرى من سوريا، هي معضلة. إذا ما كان هناك خطة استراتيجية لعدة أهداف في وقت واحد،
المسألة هي ليست بتلك البساطة كما تحدث وزير الخارجية بأنها نفس المهمة والتي يمكن من خلالها تطبيق نماذج نفس النماذج. الأمر ليس كذلك. أنا أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من واشنطن ماثيو برودسكي، كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي.